اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا نجوم التحدي. في وسط الاوقات الصعبه والكوارث الطبيعيه، رد فعل الانسان بيكشف جوانب شخصيته، ومش بس كده، لا ده اول حاجه بيفكر فيها هو انه يحافظ على حياته. لكن الغريب انك تلاقي شخص بيضحي بحياته علشان ينقذ حياه شخص اخر، علشان يقدم مهمته وواجبه ورسالته. تخيل نفسك كده لو انت لا قدر الله في مكان بينهار وكل اللي حواليك بيجري عشان يخرج وينقذ حياته، وشخص واحد بس بيجري عشان يكمل مهمته وينقذ حياة ناس تانيين. ممرضة شابة قصتها قلبت العالم كله بعد ما كاميرات المراقبة صورتها وهي بتغامر بحياتها علشان تنقذ الأطفال المرضى من الزلزال المدمر اللي هز تركيا وسوريا وراح ضحيته الآلاف في الأيام اللي فاتت. فيديو بيرصد لحظة اهتزاز أركان مستشفى في مدينة غازي عنتاب بسبب الزلزال القوي، وبدت الناس كلها تهرب خارج المستشفى إلا إن الممرضة شيماء الأكوش بدأت تجري هي كمان، بس مش عشان تخرج ولا تنقذ حياتها، لأ دي جريت بين مختلف مرافق المستشفى علشان تخرج الأطفال المرضى من غرفهم وتنقذ حياتهم. شيماء ما كانتش تعرف إن الكاميرات بتصور وإن المشهد ده هيخلد اسمها وتبقى مشهورة في كل مكان في العالم، مشهورة بإنها ملاك للرحمة، بإنها إنسانة ما فكرتش في نفسها بس فكرت إنها تنقذ أطفال المرضى لا حول لهم ولا قوة. شيماء بتقول في تصريحات صحفية: أعرف هؤلاء الأطفال حيث كنت أتحقق من حالتهم باستمرار، هم مؤتمنون على الله أولا ثم علينا، عائلتي تتواجد في غازي عنتاب أيضا، لكن لم يكن بإمكاني إجراء مكالمة، لم أكن أعرف كيف كانت أحوالهم، لكنني حاولت أداء واجبي، ضميري مرتاح جدا. لو حدث شيء للأطفال كان سيكون من الصعب على التخلص من الشعور بالذنب. قصة شيماء والفيديو اللي اتصور من كاميرات المراقبة انتشر في جميع أنحاء العالم، والكل كان معجب بتصرفها البطولي ده وقد إيه هي مفكرتش في نفسها ولا في حياتها ولا أسرتها، فكرت بس تأدي رسالتها وتبقى فعلا ملاك رحمة ونجوم من نجوم التحدي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نجوم التحدي معرضة على تلفزيون البوابة. انتظروني.